ترابين للترابين بس. دي واحدة من أجمل التجارب اللي عشتها في حياتي. حدث بيحصل في قلب صحراء سيناء بعيدة عن كل وسائل الاتصال. دموع ممكن راح تنزل من عينه في كل التفاصيل دي. سباق لإثبات الذات بين أكبر قبيلتين في سيناء. حدث كل لحظة فيه يخليه واحد من أهم وأكثر الأحداث إثارة اللي بتحصل مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. واللي كنت فخور ان انا عشت كل تفاصيله ومن قريب جدا، عشان مش بس اشوف السباق، اشوف كمان وراء كواليسه مع القبيلتين المزينة والترابين. واللي اداني الفرصة ان انا اعيش روح السباق كلها ومنظوره مختلف، وده اللي هشاركه معاكم في فيديو النهاردة. واللي كمان هتقدروا تعيشوها معانا في شهر فبراير الجاي، لاننا هنقوم بتنظيم الرحلة دي كأول الرحلات الفريدة من نوعها اللي هيقوم الهوستل بتاعنا بتنظيمها. الرحلات كلها مطلوبة، يومين في الصحراء مقطوع، مفيش ولا كونكشن ولا اي حاجه. مش شرط بالديان عليه فلفل كده، عارف الفلفل ده ما حاجه الواحد يطلع من هنا بطنه مليانه. فالفول اكتر حاجه تسد عشان نكمل اليوم كله، ما نفكرش في موضوع الاكل ده. تظبيط الهواء اهم من الهواء، صح؟ مظبوطه. رحلتنا ابتدت من دهب بالتحديد باتجاه سانت كاترين. طريق طويلة مدتها ساعة ونص مع أسماء وممدوح، وكان سائق بين العربية أصدقائنا من أهل البلد واللي كانوا من القبيلتين المزينة والترابين اللي منظمين لسباق الجمال اللي هتشوفوه في الفيديو النهاردة. شباب، فجأة لقيت نفسي في سانت كاترين يا جدعان، وبقيت بعيد جدا عن دهب. أنا مخطوف. أسماء ودوحة. ومن سانت كاترين أخذنا الطريق الوعرة الأوف رود، ساعة ونص في وسط الصحراء عشان نوصل وادي زلجة، واحد من أكتر الوديان المعزولة في سيناء. Our Bedouin guide. واحد بيسوق في الصحراء وكده، ان الواحد يمشي في طرق زي ديت من غير دليل ده حوار كبير. ف احمد خبره 5 سنين زلجه، صح؟ تصبرنا بلاقيها يغرس فيها الوحش، وطرق صخريه قدر منها احمد يعدينا بكل سلاسه من غير اي مشكله. شويه كركبه بس عشان نوصل لوادي زلجه اللي هيكون فيه واحد من اهم الاحداث اللي بتحصل في مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. وصلنا هنا في وادي الزلجه عشان نحضر واحده من اكبر واجمل الاحداث اللي بتحصل هنا في سيناء بشكل عام. سباق الابل وادي زلجه. كل السباق بيتم بين مين ومين؟ مزينة والترابين. مين اللي كسب السنه اللي فاتت؟ مزينة. والسنه دي وان شاء الله يعني حظ يكون سعيد لكل اي حد يعني، ونتمنى الكساب لاي حد. انت من قلت مين؟ من قلت المزينة. وشوية ليك وشوية ليا حبيبي. دي روح رياضية، دي روح رياضية، دي اسمها روح رياضية. الترابين للترابين بس. دي واحدة من أروش الحاجات اللي ممكن تعملها في بلاد كتير في الوطن العربي. السباق ده بيتعمل كل سنة، والقبيلة بتفوز فيه بتحس بالفخر كده، يعني حاجة كده بالنسبة لهم مهمة جدا. هلا ومس هلا. حبيبي تعال تعال فرج شباب البدو اللي احنا نعرفهم بتوع المدينه جم. بص فرج بدو المدن بقى، بدو المدن. انت لو كسبته 3 سنين تغير موقعه زي ما انت عايز. المفروض ما غيرناش ولا عمرها حصلت انه ما حد يكسب 3 سنين ورا بعض. بالظبط يعني اللي انا فاكره. بس ده مش حلو بعيد، بس عشان تاخد 3 مرات ورا بعض ده مش حلو. ممل زي الاهلي والزمالك. ايوه بالظبط. عشان مش ده في منافسه قويه، مش هيكون في منافسه ولا حماس ولا اي حاجه. ان شاء الله مزينة. ايوه خش بقى كده، ما تخش ان شاء الله ترابين. حاجه بالنسبه لي مهمه جدا ان انا اشوفها، لان الواحد بيسافر بلاد كتير جدا في الدنيا، بيروح عشان يسافر ويكتشف الحاجات دي. لما تبقى عنده في بلده يبقى عيب عليه جدا لو حصلت وكسل يروحها. فالسباق هنا مشتد ومحمس ومستمر. كل سنه القبيله اللي كسبت عايزه تكسب تاني، وكل سنه القبيله اللي خسرت عايزه تكسب من اول وجديد وتثبت ان هي موجوده، ولسه ما حدش يعرف يحط عليها. احنا دلوقتي قاعدين، صوت طلقات النار في كل مكان. الكلبة دي بقى ولا بيهمها ضرب نار ولا اي حاجة، كلبة بدوية. بصوا جاية مبسوطة زلجة زلجة. ده سيف من قبيلة الترابين،
وده أحمد كمان من قبيلة الترابين، وإحنا هنا في خيمة لأهل الميزانة، وده أحلى حاجة في الموضوع إن الموضوع فيه روح رياضية كبيرة جدا، والناس بتيجي تسلم على بعض وتعيش العادات والتقاليد وتثبت نفسها قدام بعض في حالة فريدة من نوعها. وفي واحدة من العادات والتقاليد القديمة اللي مازالوا القبيلتين متمسكين بيها وفخورين بيها جدا جدا، وفخورين ان هم يكونوا هنا كل سنة بيتجمعوا ويعيشوا اجواء صعب ان انت تعيشها في اي وقت تاني في حالة زي ديت. هل بزمارج تور السيكا صاحب جاي يصور هيفضح الله يا زلمه صاحب قدرة مني انا ماشي بالوقت نفسك ولا تزهقوا بعدين والله لا تزهقوا بعدين الله اه ده 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 بدوين وذ تيمبرلاند من عنده يا حبايب مستر تورست عادي القلب كم سم بالله حي الخطر يا راجل اي يا فرج اصب لي شاي مرحبا بو براحتك بس تستاذن تقول دستور راعي البراد دستور راعي البراد مش معك بس بس يا اخي بس بتلفلف مرحبتين مرحبتين ومشرفتونا يا لمنين من زلقه والمزينه جيتونا سانسيت خيالي هنا الخيمه اللي احنا هنبت فيها النهارده التقليدية وهنا بقى شباب الكول اللي عندهم تنس ويلكم تو ماي بيدوين فيلا وريني وريني شو مي تيك مي ا تور ات يور فيلا This is the living room. الله. This is the kitchen. زلقة ستايل. And the toilet obviously outside on the in the wild. حلو قوي. My زلقة اصلا بتديني روح الفستيفال. والله العظيم بيرنينج مان والحاجات ديت تحس ان الزلقه فيها الروح ديت الناس اللي لابسه غريب وكل واحد لابس اللي على مزاجه دواسة واللي باكل سفان دي وحلو في البرد دي الخيمه الثانيه بتاعت فرج فيها مين بقى دلشه دايما هنا دي الخيمه بقى شباب الكول شوف خيمه شباب الكول واحده فيها كلب والشباك بتاعها مفتوح عشان الكلب يتنفس قول عليه دايما المارد اليوم الاول قرب على الانتهاء بس زي ما بيقولوا ده هدوء ما قبل العاصفة السانست خيالي وتفاصيل كتيرة تخلي الحماس بيدب في كل شبر من أشبار وادي الزلقة برغم ان احنا ممكن نكون حيث لا شيء وسط الصحراء بعيد عن كل وسائل الاتصال بس في مجتمع كبير موجود دلوقتي مستني حدث كبير هيحصل تاني يوم الصبح بيجمعوا بالليل وبيحاولوا ان هم يونسوا ليلتهم بمزيكا وتفاصيل كتير الرحلة ديت هتتعاد تاني يوم 10/2 في السنة ديت وهنطلع من دار البدوي رحلة عشان تحضر سباق الزلقة بتنظيم مميز جدا ولأول مرة يحصل في الزلقة عامة فخشوا دلوقتي احجزوا مكانكم عشان الأماكن محدودة جدا وخشوا اتفرجوا على الفيديو عشان كل التفاصيل اللي هتعيشوها في الفيديو ديت هتعيشوها في الرحلة اللي هتجوها معانا أول لحظة في يوم مليان بالحماس ممكن تبان عادية جدا وهادية جدا بس ده كان هدوء ما قبل العاصفة الحقيقية لما شفنا العربية ديت منطلقة وكل العربيات دول في طريقهم للمجهول عقد 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 من عقد عربية العربية ورا فجأة نفسي بجري وبركب أي عربية تقابلني وأول عربية منطلقة على الطريق لأني عايز كمان أشوف السباق ده وعاوز أسجل كل لحظة الواحد يفتح عينه من النوم يلاقي المنظر ده قدامه مبقاش قدامه حل تاني غير إن هو يركب عربية ملهاش وجهة بس يركب عربية عشان تنطلق وخلاص طلع حصل بالظبط كنت في العربية ديت أنا وثلاثة
كنا حرفيا بندور على حاجة احنا مش شايفينها في وسط الصحراء والجبال. كل العربيات ديت ماشية ورا بعض من غير دليل واضح ومن غير ما نكون متأكدين ان احنا فعلا هنشوف حاجة. بصراحة المنظر خيالي، لا تقولي بقى برنينج مان ولا اي حاجة من الحاجات دي. يعني زلقة 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 اصدرك في دين ام العز بسهولة كذك اضرب درجة الحرارة في الوقت كده كانت تقريبا صفر، واحنا راكبين في صندوق العربية والطريق تشيلنا وتحطنا، رمال صخور اي حاجة تقابلنا ما بيهمناش، اهم حاجة بنبص على الطريق وواجهتنا وبنشوف الجمال فين، لاننا عايزين نشوف السبق وعايزين نعرف مين اللي كسبان قبل اي حد تاني، خاصة ان مفيش هنا وسائل تواصل اجتماعي ممكن تقولك مين الكسبان ومين الخسران. كل اللي تقدر تعمله في اللحظة دي ان انت تمشي ورا العربيات اللي قدامك واللي قدامك ماشيين ورا اللي قدامهم، والهدف الاوحد ان انت توصل السبق وتشوف مين اللي هيكسب، عشان اللي هيكسب هيحدد مصير قبيلة كاملة. من اللحظة الاولى ممكن تفكر ان السواقة في الطرق ديت سواقة عادية وكله بيجري على هدف واحد عشان يوصل لحاجة واحدة، بس الموضوع ده ما بيطولش كتير لحد ما تعرف ان انت السباق ده مش هيعدي بالسهل. اضطرينا ننزل نزق العربية، برد وتعب ومجهود ورملة في كل حتة في جسمي. كنت بسأل نفسي هل الموضوع ده كله يستحق؟ هل أصلا في الآخر هشوف حاجة؟ لحد ما وصلنا النقطة كان باين إن العربيات فيها بتزداد والحماس بيزيد كمان، وتداخل العربيات مع بعض ما عادش معمول له حساب، لحد ما شفنا من بعيد أطفال راكبة جمال. ايوه بصالح ايوه اول عليك يا سيد لا تقتلوا لا تقتلوا، كانت الكلمه اللي انا سمعتها ورزعت في وداني، وفي نفس الوقت وانا بشوف المنظر ان اطفال سايقين جمال بيتحكموا في مصير قبيلتين، العزه والفخر والكرامه وكل حاجه مرتبطه بيهم وهم شايلين كل المسؤوليه ديت هم وجمالهم ومنطلقين على الطريق، ومش بس كده ده متحوطين بمئات العربيات اللي بيسوقوا بشكل جنوني وكلهم ماشيين جنب بعض، وكل ده والاطفال مركزه ان هي تسوق جمالها وشايلين اسم عيلتهم وقبيلتهم على كتافهم، وعندهم امل ان هم يرفعوا الاسم ده عالي، ومفيش وقت لاي سؤال ومفيش وقت لاي حاجه تركز فيها غير السبق. اخدت لحظات وقعدت افكر ايه نوعيه الاطفال دي، انا راكب في صندوق عربيه ومش مركز ازاي العربيه سايقه على الطريق ميت من البرد وجسمي كله بينتفض وبيرتعش من كتر الادرينالين ومن كتر الشغف ومن كتر الحماس اللي موجود في ساحه السبق ديت، والطفل اللي هناك سايق متقدم السبق ما عندوش حاجه ولا بيفكر في حاجه غير ان هو يفضل متقدم، وكل الناس دي بتتفرج عليه، كل الناس دي مصيرها وفرحتها النهاردة مرتبطة بالطفل الصغير ده اللي ممكن يبان ان هو صغير في السن، بس بعد المسؤولية اللي كل الناس دي حطتها عليه ما اعتقدش ان هو بقى صغير خلاص. جزء لا يتجزأ من قوانين السبق ده هو الحاجات الغير متوقعة، هو المواقف اللي بتمر بيها سواء كنت راكب عربية او سواء كنت راكب جمل، وما عندكش حل تاني غير ان انت تحل مشكلتك وتركب على الطريق من جديد عشان تكمل، لان ما زي ما في عربيات بتقف في جمال كمان بتقف، وفي جمال كمان ما توصلش لخط النهاية، بس احنا هدفنا ان احنا نشوف مين الفائز، فانطلقنا على الطريق من جديد وكملنا، وكل هدفنا ان احنا نعرف ايه اللي حصل في السباق ده، هل الاطفال دي وصلت، هل كل حاجة تمت، هل شفنا النهاية او لسه ما شفناهاش. وصلنا دلوقتي مكان نهاية السباق المشهد مهيب معيش ولا حاجة، كويس ان انا وصلت. اول ما وصلنا ادركنا طاقة الترقب اللي موجودة وبدأنا نستوعب ان لسه الجمال ما وصلتش برغم كل اللي حصل لنا، فوقفنا واستنينا زي ما كل الناس دي مستنيه بنترقب وبنبص على بعض وبنتامل المنظر اللي ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقع عدد الناس ده كله. دلوقتي المفروض الابل جاي من هنا والبعران، الناس دي كلها المفروض توسع الطريق ليهم، كله واقف متحمس.
مجرد ما وصلت الجمال بدأت النار تضرب، وناس بتقول مبروك للمزاينة، وناس بتقول مبروك للطرابين. وانا الحاجة الوحيدة اللي عايز اقولها ان انا عايز ابارك للاطفال ديت ان هم وصلوا، لانهم الابطال الحقيقيين للسباق ده. ساعات والناس دي مترقبة، وساعات والاطفال ديت شد على نفسها وعلى مشاعرها وعلى تعبها الجسدي عشان تخلي السباق ده يحصل، بغض النظر مين اللي كسب وبغض النظر مين اللي خسر. بس الاطفال ديت هم الابطال الحقيقيين اللي مفروض الواحد يرفع لهم القبة، هم الفائز الحقيقي بالسباق ده. Can I ask you how is it? It was amazing. Really? It was so good. Real adventure, huh? Yes, definitely. بكيت بكيت. المشروع ده ناجح والكل كسبان، كل كسبان. في خبر عن النتيجة؟ أنا عارف. شفته. إشاعات تتضارب، بس الحقيقة هتبان. كل الناس مفروض تصدقوا إن هي دلوقتي تستنى بس. ده المود في الوقت الحالي، محدش بيصدق حاجة، كله مستني النتيجة النهائية عشان يعرف الخبر الصحيح. والقصة ديت لا أي حد بيقدر القصص، هي واحدة من أجمل القصص اللي أنا صورتها، بكل اللي فيها، بالأكشن، بالأدرينالين، بالتعب، بالبرد، دموع دموع ممكن راح تنزل من عينه في كل التفاصيل دي. بابا عيد هلا كيف الحال؟ الله الله كيفك ابو عيد بقى، هم دول بقى اللي خلوا المهمه ديت ممكن. انتهى سباق الزلجه الاول ليا، وساب جوايا تفاصيل كتير، انتهى وساب نتيجه مبهمه. عشان كده السباق ده هيتعاد تاني ولاول مره في شهر 2، وبالتحديد يوم 10. وهوستلنا دار البدوي جاته الفرصه ان هو ينظم رحله هناخدكم فيها معانا لسباق الزلجة. فادخلوا دلوقتي واحجزوا مكانكم عشان الأماكن محدودة جدا، واشوفكم على الطريق من جديد. سلام. رحلة العودة ليها كمان طابع خاص.